يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. من قيلك يا شغري فهمت المضامين، باين من العنوان فحوى الرسالة، اللي يعرف الحق ويميزه زين ما يزعله تكفير حمزة الحالة. قوم لهم دين وحنا لنا دين، ما هي جديدة يا رجالة الشكالة، كشغر تراها قرية غربي الصين، منها طلع حمزة عمامة خوالة، قبل أمس يسجد في بلاده التنين، واليوم يعطي للرسول الزمالة، كبرة براسه وين مدري على وين، ينكر وجود اللي عزيز جلاله. هذه نتيجة مرحبا يدمس العين، لين طلعت له عين من كثر ماله، يوم البحر يرمي لنا الزين والشين، كل يخم من البحر ما رماله، شرقاسية جونا وصاروا سلاطين، واليوم حنا اللي ندور كفالة، بالواسطة تلغى جميع القوانين، حتى الفلبيني يميل عقاله، نداء عاجل لخنوره ببيتين، تنخى على العوجة سنام العدالة، بالمختصر كم من مواطن له الحين ما همه إلا ثبات يثبت عياله، وشغري وكاشغري يطوف البلدين ويشجب ويستنكر على ما بداله، إخوان نوره ياك عامل معادين ما بلول للدار علم وجهالة، اللي في دار رمل الوطن بالبراهين يموت وافي ما يخون الرسالة، الدار نخله عزه الله بسيفين الشرع وانتم محتمينها إقباله، ونبقى سندكم في ذرارايه الدين، حنا فراش العز وانتم جلاله.